Hi, أنا ماريانا again من فريلي ريمبر ببرايتن بفوق ملبورن. اليوم أنتوني إجا من سيدني، عرفتوه تبع لبنان اللي بيعمل أكل. صراحين اليوم نشوف الرهبات اللبنانية شو عاملين، شغل رائع بأستراليا، وقديش هالستات اللبنانية قادرين يحوتوا كل هالختيارية. بعدين رايحين ناكل شوي هون وهون، وعشية عاملين حفلة لأنتوني. إذا بعد ما حجزتوا بليز احجزوا وتعوا، لأنه أنا عم بطبخ. اليوم جايين عند سيستر سلام رح تعرف عليها وعلى جنات، شوفوا شو عم يعملوا، شغل رائع رائع للجالية. اتس ريبيوتيشن تبعولهم فظيعة عنا بأستراليا، وهلا يو سي اتس لايك ا هوم للختيارية. اتس بيوتيفول. سو هلا أنتوني رح يتعرف عليها. تنقت بيطلع ايه، وبتنطري حظك بلش ترشفي وتقولي الله يستر. That has to go up your nose. Up. تقول اخ وثاني جهه. قول اخ. رحنا؟ مونسيون تري بيان. تنشيل المزح جنب، اكيد حمايه للمسنين لازم نعمل كوفيد رابيد كوفيد تيست. كل اللي بيشتغلوا هون او كل حدا بيفوت من ورا هذا الباب بيعملها كل يوم كل يوم كل يوم. حطيناه هون على البلاستيك، نطرنا رح ننطر ربع ساعة، ومن بعد ربع ساعة أو منفوت أو بيكون حظنا نروح ننزرب بالبيت. وإذا مش الحال فيكن بوصوني وتغمروني من هلأ طفل بكل أمان. Hi, my name is Jeanette Lahoud. I am Australian born Lebanese. I work here at St. Paul's Hostel. I've been here for 27 years. I help the Antonine sisters manage St. Paul's Hostel for the elderly. My husband is from Ben, the north of Lebanon, and my parents are from Barsa, the Koura, in Lebanon. So St. Paul's Hostel started in 1995. It was built originally for the Lebanese who migrated from Australia and in the elderly who needed care. It was originally a hostel for mobile residents. The Lebanese didn't like to let go of their parents when they were still mobile, so it became more of a nursing home. So the Lebanese were coming when they were much more dependent and needed more care. And now we have 60 residents. Of them, 30% are Lebanese. And our care is based on the Lebanese culture, spiritually, culturally, and our cuisine is Lebanese based. And our carers, who are all Nepalese but now speak Arabic, in order for them to meet the care needs of our residents. Yam hadrin kibina yutabuli wara anib rizajesh hadalaban shu asabadak. Good day, good morning, ahla wa sahla. أهلين أنتوني، long time waiting for you. صرنا كذا سنة منسأل بدو يجي لعنا لو من ماريان. يعني thank you for you لأنك شرفتينا بهالزيارة. أهلا وسهلا فيك ببيتك، ببيت المسنين اللبنانيين الماروني. وهالبيت تأسس سنة 1995، افتتحنا 1995، وسم الله كبرنا. كنا 30 أوضة، هلا صرنا 60 أوضة. عنا لبنانية، عنا تليان، وعنا غير جنسيات بس أقليات، أكثر شيء لبنانية والتليان.
معي الست جنات لحود المانجر تبع البيت. انا نيرس بس صرت ايفريوير بشتغل وين ما بدك بيجي واقفه. اكيد راهبي انطونيه من الراهبات الانطونيات بلبنان، مركزنا بيرومي عين سعاده، والبيت اسمه سان بولز، تسمى افتر مونسينيور بول الخوري الله يرحم نفسه، لانه على ايامه اجت الجرانت من الدوله. ووسعنا اسم تاني هلا بنروح عليه، سميناه سان لويس افتر لويس فليفل الله يرحمه، لانه عطانا مساعده كبيره تبلشنا نعمر، والا ما كانش فينا نزيد اوض. عندي موظفين من كل الجنسيات بيحكوا كل اللغات، تلياني عربي نيبوليز، بتشوف النيبوليز هلا بس يحكوا عربي بيجننوا بالعربي صاروا. عندنا كل الخدمات، الختيري هون عندهم كلهم التعويض البنشن، والدولة بتعود علينا زيادة كل ما الختيار بيطلب مساعدة زيادة، كل ما الفاندنج بيجي أكتر، كل ما الختيار مساعدته قليلة بتجي المساعدة قليلة. بس نشكر الله موفقين بشغلنا. نطبخ لبناني تلياني وغير لبناني وغير تلياني تنبسط الكل، ونحتفل بكل المناسبات، الكنيسة، الأعياد الوطنية، نحتفل بالبيرث دايز تبع الريزيدنت، نعمل لهم خبز صاج، منجيب لهم الطبل، منجيب لهم الدبكة. إذا بدي أقول من أحلى ضيعة بيقوموا كلهم علي، أنا من صغرتها أهدن، لأنك أنت بتروح على صغرتها وبتاكل قراص. اسمه أنثني أما أبي سلمي عليه. هون ليه ده؟ بتحكينا إذا ما ردوا عليها بتتسمسم منه، بتصير تعيط وتصرخ. ولا ميري أخت بنتها الكبيرة بتقول لها قومي ليش قاعدة على الأرض قومي. هودي كنز ما بقى لي قيمتهم. انت اذا بتسمع شو بيحكوا عن جد وينسدوم كلهم حكمه، انا بس اعمل شي هون ينبسطوا الختيريه، بنقهر انه بلدنا اماتنا وجدودنا مهملين، ما عندهم حب الدواء، ما عندهم ضمان صحي، ما عندهم شيء، انه تعبوا ببلادنا، ما الدوله ما عطيتهم شيء. نحن ربينا بميل كبار، أهلي ربونا بالدكاني وربينا الدولة ما عطيتنا فرانك، كله تعب أمي وبي وكل وحدة أمك وبيك وجدودنا، الدولة ما عملت لهم شيء، عم بيموتوا على الطرقات على باب المستشفيات كمان يعني وآخرتها. عم نهتم ببيي وامي وجدي وستي اذا بعضهم عايشين، في ناس مرات بتنسى انه احنا جاي دورنا، يعني انا رح اكبر وانت رح تكبري، لازم نهتم ببعضنا بشكل كثير مهم. وهالمكان الموجود هون قديش مهم، واحد يلي بعيد وما عم بيفكر لازم يجي ويوقف حدكم ويساعدكم ويدعمكم، لانه جاي دورنا كلنا. صح هيدي شغله. الفرق انه بهالبلد كتر خير هالبلد والله يحميها، لأنه إذا ما معك تاكل هي بتعطيك تاكل، بينما ببلادنا بياخدوا لك رغيف الخبز من قدامك، بياخدوا حبة الدواء من قدام الختيار. هوني المستشفى إذا الختيار مريض ما فيني ابعته على المستشفى، بيجي حكيم ومرضى بيجوا لهون بيقولوا لهم هوسبيتال ان ريتش، بيجوا لهون بيشوفوا الختيار شو قصته، بيعطوا له المصل، بيعطوا له ادويه، اذا لازم يفوت على المستشفى بياخذوا، ما لازم بيجوا كل يوم كل 24 ساعه بيكونوا هون اون تايم تيعطوا الابره اون تايم، تيعطوا حبه الدواء، تيراقبوا اذا عم بيتاخر هالختيار. هيدي نعمه انه وبعدين انا بشكر كثير الجاليه اللبنانيه والكهنه بالرعيه، كلهم تعاوننا حتى وصلنا لهون بهالبيت.
وهو هذا البيت كان بالأول للرعية للكنيسة المارونية، بس نحن الرهبات وأنطونيات اشتريناه بال 2016 صار ملك للرهبني الأنطونية. هلا نحن وفيتين من الباب الريحة عم تلحقنا، ريحة الأكل اللبناني والجو اللبناني والنفس اللبناني والأعلام اللبنانية، فرح نفوت على المطبخ شوف شو محضرين اليوم. تعرف أنطوني في شغلي بدي أقول لك إياها، نحنا صرنا اخدين شي 8 مرات اكريديتيشن، فول اكريديتيشن 3 سنين ما بينقصوها ولا نهار، بس يفوتوا من الباب الاكريديترز بيقولوا لي في شي بهالبيت، there is something special بهالبيت، في شي يا سيستر شوفي عندكم. اول شي بيقولوا ريحة الاكل، او ماي جاد واتس فور لانش، بعدين بيقولوا لي في سبيريت بهالبيت، الريزيدنت نضاف، البسمه على وجهن، مبسوطين، عم بيغنوا، عم بيرقصوا، عم بياكلوا، فرحانين، الستاف مكيفين، شو في؟ بقولوا ما في شيء، بس بنحبهم، في المحبه وفي يسوع ببيت القربان ناطرنا. Today for the Lebanese, especially we are making the kibinaye, the tabbouleh, and the chicken and rice. Wow! Right, my three favorites. And watermelon for food. Beautiful. Where are you from? I'm These Italian. Are my three favorites. I'm Italian. A potete. Okay, and you cook pasta from time to time. Of course, I cook pasta for the Italians. From 2002. Long time. Long time. How important it is for you to cook and take care of the elder? How important that I left 3 times and I came back. How about that? Wow. It's very important. Very important. And do you I like love it. I love doing that. And do you like kibinaye? A little bit. On the Lebanese bread, spread with the tabbouleh. I love that. ما فيني قصيري شو بدي أعمل لك؟ شو طبخين؟ يلا تبوله تبوله جوفانا I need the burgun. طب انت من صغارتها بتعملهم شي مرة كنت بقراص؟ اوه عن جد؟ بس مش كلهم بياكلوا لا This is the burgun. I am sister Salam assistant. No way you are yes, the chef. No I'm not. I love the vibes around here. Yeah. Amazing positivity and happiness yeah. and the enough, fun. Enough. Wait a minute, I'll give you the onions. Yes, salt, pepper. So tabbouleh, burgun, banadura, baqdounis, mafroum al eid. Of course. The kitchi fiya nafas. Yeah. Hatta zayt zaytoun min Lebanon. Awwal marra bshouf the brand, bas ddaya ma'roufa, Sheikh Taba. Ha? Yeah. Ma'roufa. Anthony, amel lak shi shaghle. Yalla, shou ma'roufa. Atou mal'a zayt, ayhatt li bhar. هلا عم نعمل تبولي بلا بصل لانه خواجه انتوني ما بيحب البصل اولا لا الله Are you allergic to بصل ولا ما بتحبه؟ لا allergic اه لا صحتك قبل الدنيا ما عرفناك انجي فخري من صغار من بشري من بشري كمان assistant and very good cook بدك تعطينا ملعقه جنيت بليز مين بده يذوق التبولي بعد بكره التبولي اذا ما انخلطت بالايدين منها طيبه ما في شو بدك؟ بيرفكت؟ يلا اعطونا صحن لخويجة واو حموضة القوية هيدي عن جد طعمة الضيعة اوكي دان تسلم عرفناكم عن انجي انجي من بشري مزروبه هون صار لها 4 سنين فبتبعت لكم سلامات لكلكم بلبنان ولبشري ويلا ان شاء الله نطلع ناكل كبنيه بشري مش سنت زمان بعد قريبه خلصت يلا قربت شو اللحم المستعمله فين فين اوه جوريلو بيقولوا لها شو عرفناك يا بلانت برغل برغل مي مع ثلج ميكس فايف لا ملح سبع بهارات اي دونت بوت ملح بيفور وي تيست Yeah. Okay. Because there is already some. Yeah, you already yeah. put some. كل جنسية عندكم ياها متعايشوها تقاليدها، لما حد يحس حاله ظهر من ظهر من جو. وللصراحة أنتوني وقت اللي بنسكب الغداء شو ما كنت عامل أنا ما باكل من هيك، شو بدكم؟ بيطلبوا شو بدهم، إذا فينا نعملها على السريع. المهم يكونوا هن مبسوطين. Yeah. لونها حلو. يمكن بدها بشوية برغل. لأن البرغل حاسس فيه منيح سو الغربة اللي تبعه بتم عظيمة لحمتكم رائعة بهارات مزبوطين ملح نكزي شوي بالآخر ما تملحها ما بيحبوا الملح
الكفوف. هلا شو هي الكبه شرانيه؟ لا لا شو هي الكبه الشرانيه تقبرنا زرتويه. لك انتوني روح من هون مبسوط هلا. I'm honored, I'm blessed. مش معقول قديش مبسوط انا اكون هون. وبعد ما بلشنا نبرم بلشت بعدنا يعني باول الطريق. هلا بنعمل شقفة كبيرة شقفة اصغر لانه في ما بيحبوا كثير، في بيطلبوا زودة. ترارا هلا بدنا نعمل لهم ايه لوز نوبر عقصوله ما بتوفروا بشي. هو بتشهي عم تخيل هلا الرزات مبسين شو على بعضهم، القرشه تبع السنوبرات من فوق واللوزات. يلا وين الشكل؟ يعني نحن ان شاء الله ما يكونوا جوعانين اليوم كثير. ما تاكل بالسمنة انت كمان، كل ما فوق بدي صحتك بالعز ارتاوي. لا بعد ياي يلا هيدا هلا الرز على الدجاج. اوه ماي جود مش تبع التيتا ريلي. اوه ماي جودنس الرز اللي ملبس على بعضه الاوفر كوك، كمية السمنة اللي عم بتزحط هيك الرز حد التاني. لك 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 شو بيشرح. لا لا عرفت مش يعني مش رز. مين عامله التلياني اللي بيعمل رز الدنتي؟ جوفانا جوفانا عملته. So it's not al dente, I love it. You've done it right. The way, the Lebanese way. I know, I learned. My teacher. And Sister Francoise was my first teacher. Yeah, Haram, Sister Francoise. Amazing. Yeah. Sister Francoise was my first teacher. نفس، حب، طعمة، بلدية. Anthony, I am a nurse from Beirut, بس بحب المطبخ. Thank you لماريان جابتكم. أهلا وسهلا بهودا. عم بقول لها ميرسي عن جد للثقة، إنه فتحوا لنا أبوابنا، الكاميرا عم بتفوت. هالشيء كثير بيعني لنا يعني. We don't take it for granted. No. Thank you. أهلا أهلا عيدوها. تعرفيني؟ ايه شو اخبارك؟ كيفك؟ انت من وين؟ انا ارمنيه بس جوزي من حتشيت. من حتشيت؟ ايه بهيج وردان كلود بيقربوا. ايه تشرفنا فيك. انت جيت هلا انا نوترا اليوم بدي احضر الشو. هلا جيت من كم ساعة ودغري يعني نمت ساعتين وجيت. ما رحت عند كلود؟ كيف لك يا نجوى أخذني من المطار؟ يا الله أطيب زلمة كلود. قلت له يجي معي اليوم بس مشغول شوي. آه قلنا منشوفه هو كمان. الله يحفظك. الله يخلي لك عائلتك. بتعرف كل شيء، بتعرف أني حكيم وشو بعمل وشو باكل. بتعرف بعرف. كل شيء. بعرفه. عم تحضر الحلقة تبع أستراليا؟ كل يوم؟ معك بتنية عرب أصلي؟ الله يخلي لنا إياك. Thank you so much. ما جبت عائلتك؟ هالمرة لا. Next time. عم تشوفوا على التيفي، عم تشوفوا من ويدي كمان. انت من وين؟ انا من عبدين. من عبدين؟ حضرتك انت من هناك؟ انا من بيروت. توت توت على بيروت. اول مره على بالي اياها. ما منطول ليه نوصل على بيروت؟ أنا من بيروت أشرفية. أنت أول شخص بلتقى فيه من أشرفية أنا وياك. كلهم هون من كلهم هون من الشمال حتشيت وبشري. ارتيتوا قليل كثير خاصة من بيروت. إيه ما في يعني. صار لي 55 سنة هون. حلو. كتر خير الله ماشي الحال. everything alright. أولادنا شباب كبروا وعندهم أشغال ماشي الحال. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. أنت من وين؟
أنا لاس من صغرته. من صغرته. أكثر شيء شمال موجودين هون. صاركم زمان بأستراليا. حقيقة أنا شايفتك كثير من الباترون. بالباترون. يمكن إيه. أو بأوضة الباترون ما بعرف. يمكن. When you do bolognese, you gotta put garlic and onion and you know, you're the chef. من شكة. من شكة. نعم. صار لك زمان هون. أنا مصرية. 52 سنة بهالبلد. تشرفنا. صار لي 23 سنة بشتغل بسان بول هوستل. 23 سنة. شرفنا بمعرفتك. يعني على طول نتفرج على الشو تبعينك والأكل الطيب والطبخ كله. أهلا وسهلا فيك. كيسكم يا جميع الله خليكم وخلي الهدم عندكم. مشكورين على كل اللي عملتوه. أمينا متعب أكيد بسكر بي البوابة وأنا هربت من الشباك ورحت لعند العزابة شباكي بعده مفتوح والبرداي عبد يا تلي وان بدي روح نعرفه اللي بغيابه بتعرف بلفت النظر انه عايشين الجو تبع طفولتهم تبع ضيعتهم تبع جبالهم مثل ما هو ما غيروا شيء ان كان رز على الدجاج مع الطعم المضبوط ان كان التبوله ان كان كاس العرق ان كان الخبز اللبناني قاعدين مع بعضهم بيضحكوا وبيتسلوا فعلا هذا الشيء بيفتح القلب دائما برجع بتذكر كل يوم بحياتي بتذكر وبذكر حالي انه شي نهار رح اكبر وحلمي حدا يهتم فيي بس وبعتقد كل واحد منا لازم يتذكر هذا الموضوع انه الحياه حلوه وكلنا شباب بجي الايام ورح نكبر فمثل ما بتحبوا حدا يهتم فيكم ونهتموا بغيركم واليوم اللي عم بيصير هون فعلا بالقلب هالاشخاص اللي تعبت بكل حياتها عم بيهتموا فيهم بتحكي كثير كبيره والطاقه الايجابيه اللي موجوده هون ما بتفسر بكلمات رزيت رجعتني على الله يرحمها ستي رجعتنا على هديك الايام هيدي الرز على الدجاج اللي بحبه بحب طيب يكون الرز ملبس شوي على بعض لحم مفروم ناعم هي والتبولة مع بعضهم comfort food, emotional food أكل كل الطفولة المطاعم بميل والأكل الجديد بميل وهو اللي بميل تاني فينا أكل رز على الدجاج وتبولة كل يوم كل السنة ثلاث مرات بالنهار نطلب منهم يفتحوا مطعم لازم
يا أنتوني نحن بنشكرك وبنشكر ماريان إنكم جيتوا لعنا خصصتونا بهالزيارة، وكان كتير فرح حلو لقلنا نكون معكم، والبيت مفتوح للكل أكيد، هو بيت لبناني ماروني بس مفتوح للكل، والجالية كلها بتحب البيت بتحب الرهبات، ومنشكرن على كل سبورت عطونا إياه وعلى كل مساعدة، ونحن عطول فاتحين الباب لأي مساعدة بتجي منهم كرمال الختيارية، مش كرمالنا نحن، أنا ما باخد شيء بس كرمال الختيارية يعيشوا مكرمين ومبسوطين وفرحانين وعم نهتم فيهم، والله يبارك ويعطي بلدنا تعيش شوي من هل عم نعيشه هون، تعيش شوي من هالكرامة للختيار، من هالاحترام للختيار، من تأمين آخرته حبة الدواء يلي بيستحقها من دون ما يشحدها، والله ينور عقل الحكام وما تخليني كتر أكتر من هيك. And here we are. Super emotional. Extremely emotional. شو عند الشعب اللي خبركن إياها؟ الشيء اللي صورناها واللي ما صورناها، قديش في حب بهالبيت، قديش في عطاء بهالبيت، قديش في حيوية بهالبيت، قديش في انرجي بهذا البيت. برجع دايما بتذكر، بقول بذكر حالي انه شي نهار رح نكون نحن معهم. اليوم عندهم بس 60 اوضه، ايه بس، لانه مش معقول يكون في مع كل اللبنانيه اللي هون وكل اهلنا اللي هون وكل الختياريه والمسنين اللي هون، مش معقول يكون في بس 60 بيت، 60 اوضه. من ال 60 اوضه بس 30% منهم لبنانيه، مع انه بيت لبناني، كنيسة لبنانية، إيمان لبناني، عوايد لبنانية، لازم أكيد يعمروا 60 غيرهم أو 70 أو 80 أو 100 غيرهم بدعمكم ومساعدتكم. المسار ما رح تطلب، وأكيد نشكر الدولة كتير اللي عم بتساعد وعم تسند ورا هذا البيت. فعلا اللي حسيناه جوا الإيموشنز، قديش في تعب، قديش في شغل، قديش في تفاصيل عم بتصير تيقدر يكون واحد من أهم البيوت للمسنين بأستراليا. على 2800 بيت موجودين، بس 20 أخذوا 5 star review، بيناتهم 4 بفيكتوريا، هذا واحد منهم، واللبناني الوحيد اللي أخذ هذا الريتينج. فتخيلوا قديش في تعب، قديش في شغل، قديش في psychological support، قديش في محبة، قديش في الأكل. Oh my goodness، يا ريت عندهم مطعم، ولا أطيب من هيك، وفيني كفي أحكي أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. It made my day لدرجة مبسوط، probably the highlight of my trip. شي بياخد العقل. إذا ما كنتوا عارفين في صار وقت، إذا مفكرين إذا أهلكم إجوا قعدوا هون بتكون تركتون، لا أبداً، عم تحطون بمحل بيهتموا فيهم، بيخلون يمشوا، بيخلون يصير عندهم أصحاب، بيخلون يأكلوا صح ومظبوط، ويلي قادر يوقف حد هذا البيت تيصير عنده 120 أوضة ما يفكر مرتين. وعدتهم كل ما أكون بأستراليا بيجي بعملهم زيارة أكيد، وبأكل رز على دجاج وكبنية وتبول. شو صار بده؟ جاي هدى من ملبورن، من سيدني على ملبورن، بدنا نطعميها، صحن حمص، شوية سمبوسة، كبة ولقمة غير شكل. صار وقت الغداء عند لوفانت.
Hi Anthony, how are you? Welcome to my restaurant, Levant Cafe in Melbourne. Story started out, we come from Tlal Akkor. We live in Sydney. I bought this restaurant here in Melbourne 3 odd months ago. And yes, it's a cafe during the day and a Lebanese restaurant at night. So far our best sellers are our day menu is really kicking off really well, and it's going really well. We just launched our nights probably a month ago. Everyone that's eaten our night is just amazed and blown away by the quality of the food. We've implemented real traditional foods like your mjadra, your lubia bzat, the kibinays, all that kind of stuff. We found that people don't sell it around here, so we wanted to implement something a bit different. هاي كيفا انا زكريا بس هون باستراليا بيسموني زاك انا الهيد شيف تبع المحل اليوم بدنا نعمل لك شويه اكل لبناني وشويه استرالي هلا رح نبلش لك بالاسترالي عندنا ايك بنديك هلا رايحين نعمل لك سالمون سنسيشن which is so good I'm Lorenzo I'm from Italy I came here 2000 I came in Australia I'm a chef breakfast for 23 years I love my job أنا من الجنوب اسمي فيروز يونس متجوزة من يارا عكار عندي 4 أولاد اشتغلت عند عبلة 20 سنة وهلا مساعد عديله لابني وإن شاء الله يا أنتني الأكل بيعجبك وبحب لبنان كتير وإخواتي إذا حضروا سلام لألكم كلكم هعمل لك رأس كبه وإن شاء الله يعجبوك رأس كبه؟ فين أنيان؟ بس ويل دان وفي عملت لك بيبات ما فيهم انين ويتش وان بتحب؟ اثنيناتهم ايه اثنيناتهم تكرم عينك وهيدي عائلتي هون صور هن خليه يشوفوا ضعت ما عرفت شو بدي اطلب على المنيو هلا مزبوط قلت له هدا بدي ضيفك صحن حمص بس طلع بالجامعه بيعملوا اكثر بكثير من هيك بيعملوا يلي بتشوفوه ان انترناشونال كافيه ان كان استراليا ان كان بريكفاست باوروبا على بكره ترويقه الاكس بنديكت عم تشوفون التشيز ساندويتشز التوست يلي عم بيقطع من هون ومن هون قصص روعة وصلت كان اوبر ايتس عم بصور الطاولة فصورت لكم الطاولة واغلبية الاشياء الحلوة صحون بيت شاهي مزبوط اسمه لوفان لوفان بكل فخر يعني المنطقتنا محل ما بتطلع الشمس عنا بلادنا اند ذن في المنيو طبعا نهار ببلش توستيز اكس بنديك بيكن ايج يو نيم ات ذي هاف ات بانكيكس اند سو اون لكل نهار وعشية بصير في كبيبات عربي عندهم ارجيلة برا اذا بدكم مزبوط هو مودرن فريش قهوة يلي صورناها بتذكروا المعمل اللي صورناه قبل مرة وين بدي بلش ضايع وين بدي بلش بس تبي الكربونارا يا تبي الكربونارا إيطاليا كربونارا نو كريم واو بروبلي إيطاليا القصة مثل ما هي مثل ما هي فت توحمت قلت له شيف تلياني طلع بدي كربونارا عمل لي كربونارا سبيشل اون ذا منيو مش مكتوبه بس فيكم تطلبوها بعدين كفيت مع تاني شيف قلت له من سوريا قلت له بليز عبالي بس هيك تشيزي ساندويتش عم شوف هالخبزات اللي عم تطلع عم بتطلع عند الزبونات انني بيعرف كثير منيح قديش بحب البوتشت ايج والبنديكت مع السامن يلي كواليتي توب لمعته عظيمه لا حسيت المحل فيروز جوا اللي بعطيكم كل النفس اللبناني قبل شوي كنا عم نشوف المنيو الاجنبي هلا صرنا عم نشوف المنيو اللبناني يلي هو بس عشيه يا حوي بترجع منبلش عنا تبوله فتوش عربيك سالاد مينز لوفون جريل كفته مشاوي سمكه حره طحينه صوص بيوتيفول منيو مرتب قعده حلوه ازاز اول اراوند الوان حلوه القهوه ولهلا صرنا صار لي ساعة كل زبونات وأجانب بيرفع الراس فتوش على الخبز والخبزة First things First, محمس موحم
وطلع عبالي باستا. بعد ما اكلت باستا بعد السفرة وحدة حد التانية، ريحة روعة، كريم ما فيه، بيكن، بورك، اج يوك. بيوتيفل تيست. بتعرفي يمكن الاكسبكتيشنز، جاي على مطعم عربي وناطر طاولة ميزة، وإز طلع شو اكتشفت. اكتشفت أكل من كل المحلات، اكتشفت إشي حلوة. جوا عنا فيليبين، إيطاليا، سوريا، لبنان، التقوا كلهم بالمطبخ. ليكوا البهار قاعد بزنعيمة. فيني خلص طحن؟ ماذا تشارك؟ شكله حلو حلو حلو، شكله حلو، الصوص حلوة، بوتشت مظبوط، الصفار اللي عم بيكر، سامن كواليتي عظيمة، لونه حلو، شايني اويلي، الخبزة محمصة مظبوط، ماشت افوز and كتير قوية. الخبزة كتير قوية. في هالتوميتو صوص اللي موجودة هون مثل توميتو كونفي، كتير قوية. أول مرة بشوفه مع الأفوكا أو مع السومو أو مع البيضة، وظابطة على القد، بتعطيها سويتنس اللازمة. Again perfect quality. بتليلة حلوة طيبة، بيضة مظبوطة، الأفوكا رايب. Unexpected من مطعم خلينا نسميه عربي لبناني. Really unexpected. وشكلهم الأسترالية بحبوه كتير، لأنه بعدهم الأسترالية عم بفوتوا والبنات عم بتزيد. هيتا ننقل شوي على لبناني، بعده عبيلي حمص. وسبحان الله بيجوا الحمصات وبتجي الكبة وبتجي الضحكة معهم، قد ما يكون سكسي فود وسومو وأجز وخبار، خلص بالآخر بنرجع على الأصل، نرجع على الأصل وشغلينه صح. تنبلش بالكبة، قرشة البصلة. أنا ما بقدر أكل بصل، لكل حدا بيقلي فلقتنا بالبصل، أنا عندي حساسية على البصل، ما بقدر ما بقدر، فهاي أكيد لا. الكبة نية، زيت زيتون، زيت زيتون الغير شكل، القعدة اللبنانية يلي فيكن يكل حيالله حدا أسترالي أو يلي هو بمطعم إنترناشنال مدردرة. First time in Australia. حمص وهي هاي شو؟ هاي ده الإكسترافاغانزا، خبز مقلي محمص وشويته مخبيين فتوشات، فريش فتوش سلط. بس نحن رح نبلش بالأساس مثل العادة، كبة. وحمص. ويا هيك تبليشة. يا بلا. ان شاء الله طيبين. زيتاتكم طيبين. نحن معودين بالبيت. ناخد صحن نفل شو مدردرة. الفرق بين مدردرة ومجدرة هي انه مدردرة فيها رز واللنتلز شقف كبار. فنفل الصحن بالمدردرة، بفلش فوقه كابج سلد، يعني سلطة ملفوف مع حامض، وبكلهم مع بعض. ولا اطيب من هيك نهار الجمعة، ولا اطيب من هيك. هي اول مرة بشوف حدا بيعمل مدردرة بمطعم بلي هون بأستراليا. رز دون وهل بهاراتها كتير طيبة.
We're good. كمان لقلي this is emotional, this is comforting. لقمة البيت ضايعة عوايد لبنان. حلو نظهر شوي من صحون الميزة العادية ونعرف سقفات العالمية عن أكلاتنا الحلوين الطيبين. الهيلثي ناتشرلي فيجن. كبة قراص. لحمة سنوبر. حدا شو لبنة. لبنة بتعطيها أسيدتي. لبنة بتعطيها سقعة. لبنة بتعطيها ستايل. أجان بكافيه. حد المول. حد المحلات. كاجوال. For everyone to enjoy. Good discovery. Pleasant discovery. وصل صحن الفتة وصلت لكل الجامعة الحلوة كله تخبوا كله ايه رح يحب ما رح يحب رح يحب ما رح يحب خبز مقلي حمص بالكعب لبن كتير سنوبر السمنة من فوق والفريق وتفتح Very nice. Chef, bravo, thank you. تعرف شو حبيت شو تعلمت اليوم؟ انه واحد قادر I'm impressed by the ability انه واحد قادر يعمل مطعم لبناني واجنبي كله مع بعضهم يعملون صح. حبيت الفكرة تبع ال all day breakfast ان كان الهولنديز ان كان السومو ان كان توستيز ان كان حبيتهم كتير كتير وبرجع لهم وحبيت كيف بيقلب المطعم وعشية بصير عندكم العربي الارجيلي الاجواء العربية اللبنانية بشوبينج مول تبعتوا السيارات اللي حوالينا الناس اللي حوالينا تراك ار اس ما بعرف شو اتسترا اتسترا جود لايف اند سو اون اند سو فورث حبيتهم اخذوا المحل من 3 اشهر قلبوه فوقاني تحتاني كان قبل لاونرز تانيين اند and they're doing it right. انبسطت انا عملت لهم زياره ووعدتهم ارجع زورهم بالسفره اللي بعدها بمنيو جديد متجدد افكار جديده وفليفرز من هون ومن هون. What a day! وبعده باوله لانه بعد ما شفنا كلود وبعد ما عملنا الجاذرينج عشيه. What a day! ملبن بتحبني وانا بحبها كمان. ما خبرناكم عن هاي بالحلقه اللي قبلها بال 2022 بديسمبر من 6 اشهر تقريبا 7 اشهر بيقطع الوقت كتبت هيدا على السياره قالت لي ماريانا ما في غيرك رح يمضي لي هيدي السياره and I really appreciated من وقتها تغسلت راحت اجت 7 اشهر in the making وبعدها special edition رانجلوس مش للبيع for now at least شو هالالوان شو هال شي 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 غير شي كنا لابسين سود ودارك كولرز وانت هيك ملون ما في منك رجع رجعت الضحكه رجع ورد كل ما يشوفني بيورد وبينبسط وبترجع بيرجع بيصغر له 15 سنه مينيمم انا عم فكر بشيء بياخدك تاكل فيش اند شيبس what a great idea she غير شكل I haven't had fish and chips since you were last here. Six months. Yeah. عمل six months. عمل وعد. وقف يأكل fish and chips في حياته. ما أكل fish and chips معي. طب ice cream. No, we got fish and chips. I know a good place. Don't worry. انفقست طيب انفقست هو المحل كتير حلو ومشهور والبتكون ياه فتطلع جوجل مابس تجرب افهم عنده 4.1 يعني شكله هو هيك ما لون جديد الناس طب انه اعطيني مايونيز لا ما عندي كبل لي وحده هيك على الطاوله ترتر ترتر طلع فيها توم طب الحامضات وين طيب اوكي راح على المطبخ جيب شويه حامض صحن شكله حلو بس انه ما لهم جلاده يشتغلوا الطاولات وسخين ما حدا منظفهم اني واي anyway.
طلبنا فيش اند شيبس لانه بحب الفيش اند شيبس وبعد ما فشيت خلقي بدي السفره مظبوط وبس تم نغير له عوايده لكلود. Very good fish. Very 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 good fish. Nice batter. فيكم تطلبوها او مع رز او مع chips. حامد بيربحوكم جميلته عطونا شقفتين صوص عطونا علبة وحدة معنا نحن شخصين. الباتر سميك شوي يمكن عجن شوي مثل ما شايفينه. اوف تو ماتش خبز ما بعرف شو خبز بيعلو كتير طحين كتير كولستو اون ذا سايد بطاطا لونها اصفر فاتح بتلمع بفشف اسنان الكاتشب للبطاطا يلي مش مستوية منيح شي anything keeping it positive. رح نروح ناكل بوزة طيبة تترجع الضحكة على وجهي. محل اخذ ريفيو كتير عالي على جوجل اسبريسو توب ديرتي بيبرمنت كريمي شوي سويت زيادة عن الزوم بس انترستنج فليفرز شوي سويت زيادة بس ريفيو كتير عالي ومحل حلو. بتعرفوا شكلها حلو وقفتها حلوة للصورة بس كتير كريمي كتير. سكر كريمي بتحسوا بالفليفرز بس قوية بيستاشيو شوكولات مش على ذوقي انا بفضلها تكون اخف لايتر فريشر عرفتوا ساعة تقول لك الدلعين تقيلة طريقة غدا عشا بس شكلها على الصورة كتير حلو من أحلى البوزة يلي مصورن وعلى الصورة لمعتهم حلوة. محلات بوزة كتير بس طلعوا كلهم بيسكروا تنين تلاتة أربعة رجعت تذكرت أنه شتوية فشتوية محلات البوزة فاضية وأغلبيتهم بيسكر تنين تلاتة أربعة في نايس ريفيوز صور حلوة اليوم عشية الجاذرينج الشهير يلي صار مريانة عم بتحضره صار لها كتير زمان
محضرة كنابيه، محضرة أكل، محضرة أخبار. صار لها هلأ 4 ساعات عم تشتغل بعد ما قضينا نهار مع بعضنا. بلشت الناس توصل، بدأين تدوق كل شيء. Very excited. أنا بدي دبل إسبرسو. صار وقت نفوت ونقلع. مرسي لكل اللي حجزوا ولكل الجايين، لكل الأشخاص اللي هنلتقى فيهم هلأ قبل ما بلش، يلي تعرفت عليهم سفر القبلة واللي قبلة. وكلود رح يصورني الليلة. صرت فوتوغرافر ماهر. ليك إذا صرت كتير كتير منيح بسافرك معي غير بلدان. ما في منك. Thank you. I can't wait. شو محضرة؟ محضرة هلأ بتذوقه، بس هولي كبة مع سماشت أفوكادو. هلأ بتشوفه، بس مش ملحقة صح. روح دهار صح العندي. شو محضرة؟ ميني كرواسان زعتر فليكي فريش طب. مش بعض شيء تاني. هو كرواسون طيب كتير، زبدته طيب كتير. في عنا كمان سمول عثمانية مع وات كرونش ليتل بايتس بقالو. يومي ستوف غير يومي ستوف. بيقى كما قلكم شي غلط، هات افتح المنيو واقرا سوا. لكن شو رح ناكل اليوم؟ محضرة اليوم ورقة مطابعة عليها اللوجو تبع لوجو نوغارليك نوانينز. ورح ناكل بلاك بيلو تابنات لبنة، هلا اكلتها قبل شوي رائعة. حمص نست توب، كيف موقف الحمص كيف مجمدته مثل الشوكولا بلون. تبولة هلا مصلى رايس رول. كبة سماشت افو زعتر كروسون توب. فلافل بوب كورن لبنيز انانشيني بولز. كفتة بروسكتا تشيز وانتون روز المند فيرين بيستاشيو ترافل. This is innovative. هرجع فوت حركش فيها بالمطبخ وعصبها وكل التفاصيل ونبلش ندوق غيرهم. صرنا دقيقتين 2 منهم and they're amazing. شو طبخين؟ يلا تعال اقول لك. ها ضبط لك هون تبلش تاكل، لأ ما رح يحل عني قبل ما ياكل. ليك اكلت كرواسون كان طيب، اكلت هاي فكرتها شوكولا بلون طلعت حمص طيب، اكلت هاي خلصت مكسرين جوا. اليوم مبلشين عملنا فاندريزر لانتوني لندعم المونه بلبنان، لانه اذا بتحب لبنان لازم تدعم صناعته. ما لازم نعودهم على التنبلة انه دغري بس نبعث لهم مساري بس يعوزوا. So I think the mission للي Anthony عم يعملها هلأ انه to support villages in Lebanon to start their businesses، لانه he's not only starting a business, he's starting it for generations to come. So every home will have a family business that can support the family instead of نسيت الكلمة هلأ، يتكلوا على المغتربين. So اللي عم نعمله اليوم هو انه عم نعمل شوية اكل لبناني. Get together. It's all going to proceedings الليلة رح يروحوا ل No Onion No Garlic Mission Made by Nature تنقدر ندعم الفيليجز اكثر بلبنان. ولانه لبناني I've just started to create something different عن كل يوم بياكلوا. So it's kind of peace-like. وكل الناس الموجودين هون موجودين مشان لبنان، مش موجودين لا كرمالي ولا كرمال انتوني، كرمال المشن اللي انتوني عاملها كرمال لبنان. هيدي كبه مع افوكادو فتا منت ودبس الرمان. واو
كيف الكروسانيك على الروعة. هاي الحمص خبرية اسمها اللي هي توب. ماريانا هون معقول الناس رجعت تطلبون؟ انت غير الترويقة عم تفتحي غدا عشا رح توسع شو؟ maybe a Liban, we'll see, maybe we'll open a bistro Libanais. So افوكا وكبة شو ها شو it's good, it's good عظيمة. يلا بابا يلا. سو اليوم لدعم لبنان. That's it. لا دعم معدتي لهو بعد ما دخل بعضه اهو بعد وهي بعد ما دخل نحب عجين سو كفتة جبنة حبة بندورة خبزة لبنانية كفتة شافة بندورة حبة بندورة من فوق طلعتك This is a compliment. Thank you. Athletic ultra and croissant. That's actually very good. فقديش الكروسان عن جد هولي لا حرام تفتحي مطعم. Announcement. Brûlé opening soon. Bistro Libanais. أنا مش أكل شيء كل النهار. I'm Jos and we are trio here. We call Les Brûlettes. We usually play here on Fridays during lunchtime. We'd love to see you, but tonight is a very special occasion and we're very honored to be playing here tonight for Anthony's project. Okay, I'm Jos, this is Helen, and this is Jacques. Hi. Okay, as you can see, Jacques plays jazz guitar. I'm on the keyboard and Helen is the clarinet. All right? لكن دقنا شوية اشياء وفي اشياء بعد ما دقناها، شو عاملة؟ فلافل بوبكورن بلا توم ولا بصل اكيد بتعرفي لازم خبرك ولا لازم خبرك؟ شو؟ انه كل طاولة عم بقولوا عم بيقولوا ما فيهم ينطروا تفتح غدا عشا لانه الاكلات كثير طيبين لا ما فيك ما فيك تفكري بتبيرة تفتحي على الغداء بيك اناونسمنت ان شاء الله ابتداء من جمعة الجاي ما بعرف ما بقى يبقى عندها حياة رح تبلش تفتح غداء عشاء عم بمزح ان شاء الله قريبا فلافل هيدي روعة والكبة مع افوكا عم بقى تشيلها من قلبي من راسي شو ما كانت في هيدا الرول الطويل ما كانت مخلي ترى كل شيء ريلي؟ يو تراي اند يو تيل ذيم رايس رول سمر رولز خاصة تبولة حمودة بندورة نعنع واو بصل مفروم You will never eat تبولة normally again بدي أخبره ماشي بدي أشكره لأنه نقشه لأن شجعونا ايه لا رح نخبر القصص محدودة عم تمزح اهلا وسهلا فيكم كلكم Welcome everybody to Brûlé
I just want to thank you all for being here, and I hope you enjoyed the food. There's still a bit more coming in, but there's a few people I want to thank personally, myself, and then the rest, Anthony can do the job, because you're here for him, not for me. But for me, I want to thank my brulettes. There's Chelsea, Helen, and Jack. These women, every time I throw a fundraiser, I don't even have to ask, they're here. So thank you so much. They're part of my family now. So thank you. Secondly, I want to thank all my Aussie friends that are here and have no idea who Anthony is. Thank you. They're here for the food, so. And then I'm going to tell you a funny story. This morning, I was here watering the garden. And then this gentleman with his friends come in and they were like, oh, you guys are closed. I'm like, yeah. And he goes, oh, we wanted a coffee. I said, come in. I've opened the door, shouted them a coffee. And they left. He gave me a hug. He's here, by the way. His name is Andrew. So, and then they left. I'm going to pick up Mr. Rahayat from the hotel. And he comes down. He goes, what are you doing here? I said, you know how I told you I've got a fundraiser tonight. He goes, yeah. I said, well, the guy is staying here. You should come. And he showed up. So I think I'm going to ask him for a date tonight. Anyway, so the reason we are here today is for Lebanon, basically. And I know that everybody that is here is actually here to support Lebanon. And when Anthony told me about his mission, I was 100% behind him, because we can't keep sending money like this to them in Lebanon without even them appreciating how hard we work here. So his mission now is, we'll help him work hard like we do. It's just that simple. You know, you have to teach somebody how to fish instead of giving them a fish. They'll start fishing, and this is how we can grow our economy. But anyway, this is what Anthony's gonna tell you all about. But I just wanna thank you for being here. Beth, I love you. And I wanna thank this lovely lady that came in. Her name is Huda. She came just from Sydney for this night. And Anthony, بحبك. هيدا أحلى بطل من بلدي. أنا فخورة بجي من بلد هيدا الزلمي جاي منه. So thank you very much, everybody. So thank you for coming tonight, and thank you for making it to spend some time together. First of all, thank you for Mariana, who opened her space on a Monday. By confirming one thing, if I may. Probably she has amazing croissant, great breakfast, but she has inspired today. She has inspired us today with amazing lunch / buffet or dinner. I'm not sure if Brûlé needs to be only a breakfast place. We need to support her to open for lunch and dinner, because what we had this morning, this evening is amazing. The kibbeh, avocado, falafel, the tabbouleh, roll or wrap. Amazing. Rahim Ajin, Choco. And thank you for everything. My mission started 11 years ago, and it evolved, changed, and lots of things came along the way. I shared my story a couple of minutes ago. So it started by, how can I promote Lebanon to show Lebanon is not seen on the bad news? Because when I asked everyone, 100%, not 99%, of people around Australia, the first question comes in, they look at the floor and say, Ya haram, Ya Lebanon. Where did you get this news from? The news. So the news is only about negativity, all the way negativity. But Lebanon is not only about negativity. That country that has been here for the last 7,000 years has positive things, has a good economy in a way or another, has amazing people that have made it all around the world, of 16 successful millions, and lots of things. And if you hear other sides of the story, Instagram, YouTube, Facebook, and the things about Lebanon, yes, Lebanon is living. I'm not going to go into the extremes and tell you about the electric cars we have, and the solar panels, and the parties, and the restaurants opening, and the factories, and everything in between. We'll keep that for later. I've been chatting about it on YouTube for years. So accordingly, I wanted to start with promoting Lebanon. Your Lebanon, our Lebanon, the Lebanon probably Australian and others don't know about, and show them that that small little country, in my humble opinion, أحلى بلد بالعالم, has exported 16 million brains around the world for many reasons, for all the hard work we do, for all the hard things that happen to us, for all the problems, wars, neighbors,
and everything in between that made of us who we are. And this is something important. So that mission evolved along the way to supporting and showcasing heroes around the world. And we need to learn from each other, support each other, buy from each other, know that we exist. And definitely many Lebanese do not know that Brûlé, a French name with staff from all over the world, is owned by Lebanese. You didn't know that a butter made in Sydney is not Lebanese. You didn't know that a coffee shop in Sydney has 50 franchises, another fruit shop has another 60. The third biggest kitchen producer in Sydney is also Lebanese, and so on and so forth. So how can we support each other and buy from each other? That way we can grow with each other. While, third mission, giving back to Lebanon and buying more from Lebanon. As we discussed later, sending money to Lebanon doesn't help. It is helping Lebanon, great. We're buying great new phones and lots of things, great new clothes. But buy from Lebanon, buy money from Lebanon, buy products from Lebanon. Let the Lebanese work more and more and more. And we're trying to do as much as we can, sending money to Dubai, money as Lebanese-made products, made at home, made in the villages, made from Lebanese soil, made from Lebanese produce, and so on and so forth. And this is growing more and more and more. And one of the aims we're doing now is selling more with products which we're going to see here that come from Lebanon by supporting Lebanon. So every morning you wake up, think, if I have a manoushe a day, 16 million of us around the world, how much za'atar can we buy from Lebanon and how can we change the economy? Just by eating more naish. So eat more naish. This way is one idea to support the economy. And then how can you see Lebanon? How can you reconnect with your roots? How can you not forget your roots? What do we speak? We speak Lebanese. Allow me if some Arabs are around here or cousins or friends of us. Yes, our language is Lebanese. It's Arabic from Lebanon that has changed and evolved around years to have English in it. And then we had the French that came to our country, that we had French in it. And that language that we speak, our language that is Lebanese, and you speaking Arabic, Mu'attash, Mkassar with a little bit of English, is interesting and important because you have evolved along the years and being a second, third, and fourth generation and yet saying Yalla, Habibi, Utuqbirni, Wa'anam, and whatever, is important. This is what Lebanon is all about. So we're proud of it. And whenever you speak English and French and all the languages, I'm proud of it. And whoever says, Hafzu ala Arabiya, and speak Arabic, we speak Lebanese. Very proud, at least this is my opinion. So all of this took time and time and time. And today, one of the main things I'm trying to preach is we cannot forget who we are. We cannot, impossible. If you decide to forget Lebanon, Lebanon decides not to forget you. And it goes all around in your blood. And ask yourself and probably your friends that famous question. You are born here, and yet you feel that you're Lebanese. And definitely Australia, thank you to Australia and all countries of the world. But you still feel that you are Lebanese without understanding why. كيف؟ أنا خلقان هون. And this is very important. So your kids need to have that connection to Lebanon. And thank you for every one of you who sent his kids to discover Lebanon and to see Lebanon. If each one of you that watched the videos and told me that I've been away for 30, 40, 50 years and decided to come back, visit. And this is very important. So all of these missions combined continue smoothly while you watch, enjoy, smile, cry sometimes, your kids as well, family gatherings where you all watch these videos about that little hidden country back in the Middle East called Lebanon. And to end it up, let me tell you, we're very proud, I am very proud to be in Lebanon, protecting that land for you. And I'm very honored that you left to support us, and support Lebanon while you are away. So together in symbiosis, you work together, combined efforts to make what Lebanon is and what Lebanese are around the world. So thank you again, and thank you for coming. The crystals you're seeing all around are also part of the mission we're doing and the supporting mission. That beautiful lady here sells them, and the 30% of all the sales will be donated to support missions in Lebanon. To make it more concrete, what do? In Lebanon, we opened a shop called Made by Nature. Made by Nature is the biggest money and the biggest producer shop probably in the world, 1,000 square meters of 750 families from all the villages that bring us their product, more than 4,000 products on shelves.
And we try as much as we can help them grow, have better labeling, better better packaging, and whoever can sell outside of Lebanon, we support them and help them with all the paperwork to do so. So if you decide to come to Lebanon, just pass by Made by Nature instead of touring around, and you will find all the villages represented into one place. And that shop is trying as much as it can to sell and export if we can, and always remember that buy from Lebanon instead of just support. And it's all organic and natural. Where is it? In Junin. Enjoy your night again. Falafel on the way. This is Arancini. You had kibbeh, falafel, avocado. Amazing food again. Anjad, thank you. Thank you. The initiative that Mariana did is her own, helped by definitely Huda, David, and all the team that helped make this trip happen. And thank you for opening your home to us, and we feel blessed. Thank you. Wonton cheese. ولا هو لا عجبني ما في شيء بس انه لفيت ال شو ما في شيء فيها اول شيء الزيت بقلب الجبنه ونوعيه الجبنه نقيتها عملتها بطريقه قرقشت من فوق مثل البسكويت شو ما فيها شيء يعني انه خففت قيمتها ارانشيني رز عجاج رز عجيش تبع الرهبات أنا شفته معي واو عن جد واو برافو 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 هنيكي ماريانا هنيكي Thank you again and again أهلا وسهلا whole family coming from originally from Greece I'm originally from Fiji from Fiji yeah, I love Lebanese food and I'm here to support you You're amazing, and now you're following all the videos, and you're going to love Lebanon, or visit Lebanon one day. Probably. Nobody knows. But I have to bring my family from Ballarat and come over to Lebanon. Okay. Thank you. يعني بين النوم امبارح الساعة 3:30 الصبح وهلا الركض كل النهار مهدينا ولا دقيقة وبعد في الفيديو تبع بكرة بعد ما خلصناه قلت لا لازم ارجع مع انه فينا نروح نسهر مع الشباب ونتعشى. رجعت على الأوكوود بريمير جريت اوتيل زيت الاوضة تبع سنة الماضية القعدة حلوة التخت ما حسيت شيء انترنت سريع الفيو الصبح رائعة الشبيبة very welcoming شو هاتكم بسطتوا بهذا النهار كلود انبسطت انا وياه كتير بحبه لكلود بحب قضي وقت معه بنخبر بعض اخبار من مرة لمرة لمرة كل ما نرجع نلتقى بكرة is a long drive لوعي الساعة 6 منبلش الساعة 7 الصبح stay tuned للحلقة اللي بعدها